مزيد من التفاصيل هنعرفها من زميلنا محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا محمد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. اخر اخبار تمرين النادي الأهلي استعدادا لماتش المقاولين النهارده؟ التدريب كان التدريب الرئيسي لفريق النادي الأهلي طبعا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بإذن الله بعد غد على استاد القاهرة الدولي. يمكن تدريب النهارده هو الأساسي، لان غدا بالتاكيد ليله المباراه يكون تدريب خفيف منعا من الاجهاد او تعرض اي لعيب من الاصابات. لكن النهارده تقدر تقول بشكل عام الكابتن حسام البدري والجهاز الفني اطمأن بشكل كبير جدا على عناصر اللي قد تشارك في هذه المباراه بخلاف المجموعه الاساسيه التي شاركت في اللقاء الاول على استاد بيترسبورغ. فضل الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري منح اللاعبين الاساسيين الذين شاركوا في هذه المباراه المؤجله راحه من المران البدني والجماعي اليوم، وفضل ان يكون تدريب استشفائي للعشر لاعبين بخلاف محمد الشناوي حارس المرمى والذين بداوا بالتشكيل الاساسيه في مباراه المقاولون السابقه. ثم انخرط الجهاز الفني في التدريب مع باقي اللاعبين وانقسم التدريب الى جزئين، جزء تخصصي في التدريب على التسديد على المرمى من على مسافه ال 18 و 18 يارده، ثم تدريب على الجمل القطاطيه والتقسيم اللعب في مساحات ضيقه واللعب بكره بشكل سريع في مساحات ضيقه في وسط ملعب مختار التتش. كل اللاعبين شاركوا في التمرين فيما عدا سعد سمير وعلي معلول واحمد حمدي. ايمن اشرف الجهاز الفني فضل انه يشارك في الجزء البدني لكن استبعده من التقسيمه الجماعيه خوفا يعني انه يتعرض لاي اصابه، خاصه ان ايمن راجع من اصابه عضليه من فتره قليله. لكن بخلاف كده وليد سليمان النهارده الجهاز الفني اطمأن على حالته بشكل كبير وشارك في التقسيمه الجماعيه وظهر بشكل جيد جدا، قد يتواجد مع الفريق في مباراه المقاولون العرب. اما مروان محسن امتثل للشفاء بشكل كبير وكان متالق بشكل لافت النظر في تدريب اليوم. الشيء اللافت النظر كمان محمد وانا بكلمك عن التمرين في التسديد على الضربات الثابته والتسديد على المرمى، افضل تسديده النهارده ظهرت في هذا المران كانت تسديده حسام عاشور، كان فيها اتقان بشكل كبير جدا ودخلت في الثمانيات في مرمى محمد الشناوي، كان تسديده قويه جدا من حسام عاشور. لكن بشكل عام كان في يعني تميز بالنسبه للاعبين في التسديد النهارده على الركلات الثابته. بشكل عام الصورة محمد عايز اسالك يعني بخلال رؤيتك، هل تتوقع ان يكون في تبديلات او تعديلات في تشكيلة النادي الاهلي من فارق اللقاء الاول وعن اللقاء الثاني؟ محمد هاني بالطبع مش هيكون في التشكيلة الاساسية في المباراة القادمة عكس المباراة السابقة اللي تعرض لاصابة وغاب، فالاقرب للمشاركة في هذا المكان احمد فتحي وجواره محمد نجيب، خاصة ان ايمن اشرف حتى تدريب اليوم لم يدخل في المران الجماعي وبالتالي امكانية عودته للتشكيلة الاساسية او تواجده حتى في مباراة المقاولون العرب. طب بالنسبة لمحمد عبد المنعم هل شارك النهارده بشكل كويس؟ الناشئ محمد عبد المنعم خلال الفترة الأخيرة الجهاز الفني بيعتمد عليه في التقسيمة ومتواجد بشكل كبير في التدريبات خلال الآونة الأخيرة أو تحديدا خلال الشهر الأخير، لكن مسألة مشاركته الجهاز الفني للنادي الأهلي كابتن حسام يعني بيعتمد اكثر على عنصر الخبره في الدوري العام، لانه يريد ان يعني ينهي المسابقه مبكرا ويحرز العديد من النقاط عشان يوسع الفارق. لكن محمد عبد المنعم حسب ما سالت حتى الكابتن حسام البدر عليه في فترات سابقه هو في الحسبان، لكن هيختار التوقيت المناسب للدفع دي. مباراه الغد يعني مباراه قصدي بعد غد يعني الاقرب للمشاركه في خط الدفاع هو احمد فتحي ومحمد نجيب. باقي التشكيله ما فيهاش خلاف كبير، ممكن حسام عاشور يبدا المباراه السابقه او يستمر هشام محمد مع السوليه، لكن باقي التشكيله تسير بشكل جيد جدا. والجهاز الفني النهارده كمان كان حريص في متابعه الباقه، وحتى الجهاز الفني كان استمع عدد من اللاعبين كده اثناء المران. لكن على هامش المران قبل ما اختم معاك الحديث عن تدريب الاهلي يا محمد، ان كابتن محمود الخطيب النهارده حضر حوالي جزء كده مده خمس دقائق من تدريب فريق النادي الاهلي، وكان في تشاور واحاديث بينه وبين الكابتن حسام البدري المدير الفني والكابتن سبب حفيظ مدير الكوره. طيب محمد كنا سمعنا ان في تواجد للتلفزيون المغربي في مران اليوم، هل حدث ذلك؟ حدث. يمكن عايز يعني احدد لك بالظبط، هي القناه الاولى الرياضيه المغربيه كانت متواجده اليوم في تدريب فريق النادي الاهلي بكاميرا لتصوير جزء من المران والتركيز على اداء وليد ازارو مع فريق النادي الاهلي، وحرصت حرص الطاقم العمل للتلفزيون المغربي او الرياضيه المغربيه على التسليم مع كابتن حسام البدري ووليد ازارو، وهو تقرير استقصائي حسب ما علمت من الزملاء في التلفزيون المغربي، هو تقرير استقصائي عن المحترفين المغاربه الفتره الحاليه في الدوريات الخليجيه والعربيه، لان بنفس الامر بيتم تسجيل بعض اللقاءات الحصريه مع اللاعبين المغاربه المحترفين في الدوري الفرنسي، وهو تقرير شامل بيتعمل في الفتره الحاليه لاحدى البرامج الرياضيه التي تتحدث عن اللاعبين المغاربه المحترفين خارج المملكه.
طب انطباعهم عن وليد ازارو ومحمد، اكيد تحدثت معهم. تحدثت معهم في مساله الفكره نفسها، هم شايفين تالق وليد ازارو وتربعه على عرش الهدافين للدوري المصري لاول مره في اول سنه ليه مع النادي الاهلي، ده لفت الانظار بشكل كبير جدا ليهم هناك. وفكره ان هم بيلقوا الضوء على وليد ازارو، خاصه ان التوقيت الحالي هناك في المغرب، يعني فكره ان هو مش متواجد مع المنتخب المغربي الاول من هيرفي رينار، الصحافه المغربيه بتلقي الضوء بشكل كبير على هذه المساله، تعتبر علامه استفهام، علامه استفهام كبيره. فدور التلفزيون المغربي النهارده انا شايف حتى متواجدين مع وليد ازارو، فكره ان هو ابتدى يتربع على عرش الهدافين في الدوري المصري، والدوري المصري هم هناك بيصنفوه في المغرب من اقوى الدوريات بعد الدوري السعودي، بل يعني بالاقوى من كده، هم بيصنفوا الدوري المصري اقوى من الدوري المغربي، فده شايفين محطه مهمه لمهاجم مغربي قد يستفيد به المنتخب المغربي خلال الفتره القادمه، خاصه انه مقبل كان المنتخب المصري على تصفيات كاس العالم، وده شيء يسعدنا لان ده على فكره عامل رد فعل ايجابي على اللاعب نفسه. انا كنت لسه اسالك انطباعه، اكيد كان ايجابي. انا ما سالتش وليد، لكن تلقائيا اكيد رد فعله ايجابي، وكان انك مثلا لو لاعب مصري وجات قناه رياضيه مصريه سافرت مثلا محمد صلاح في ليفربول او محمد النني في الارسنال، نعم، وتعمل تقرير استقصاء عنه، فبيحس ان اهتمام الاعلام الرياضي في بلده عليه، ده بيبقى شيء ايجابي، بيبقى دفعه معنويه قويه بالنسبه له. زميلنا محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه.